ينضم الينا من بنغازي مراسل الغد عبد العزيز الفاخري. عبد العزيز، تفاصيل اكثر حول هذه المبادره التي اطلقها المجلس الرئاسي الليبي. يعني مساء الخير يارا. بداية وسلم. هذا أول رد من المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي بعد تعليق المجلس الأعلى للدولة يوم الأمس. كل العمل مع المجلس النواب على خلفية استحداث مجلس نواب للمحكمة الدستورية وما تبع ذلك من تقديم المجلس الأعلى للدولة ورئيسه خالد المشري رسالة للمحكمة العليا بمدينة طرابلس، وكذلك تعليق العمل والمشاورات ما بين اللجان المشتركة على مستوى ملف أو مسار توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية وكذا الحال. وربما هذا الأمر الأكثر أهمية في هذا التوقيت وهو القاعدة الدستورية. هذه المبادرة التي خرج بها اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تدعو كل من الرئاسات الثلاث، مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة للمجلس الرئاسي لاجتماع تشاوري يحدد فيما بعد أين سيكون هذا اللقاء، وهو بالأساس لقاء تشاوري لحل دستوري يهيئ لحل الأزمة الدستورية في ليبيا، ويكون ذلك بمتابعة وبحضور من المبعوث الأممي للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي. الهدف هو التوافق على القاعدة الدستورية، إنهاء الانقسام وأذهب مباشرة لإجراء الانتخابات. يبقى السؤال هنا يرى ما مدى جدية هذه المبادرة وكيف ستتلقى الأطراف المعنية، نعني هنا المجلسين النواب والأعلى للدولة، هذه المبادرة. وإن كان هناك تصريحات صحفية لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة يتحدثون عن أنهم الآن في انتظار القرار الذي بصدد أن يصدر من قبل المحكمة العليا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بمدينة طرابلس بعد تقديم المجلس الأعلى للدولة لرسالة وطالب المحكمة العليا ببطلان قرار مجلس النواب، في حين يرد عدد من أعضاء المجلس النواب على أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب قبل يومين تم بالأغلبية الساحقة لمجلس النواب في جلسة رسمية وعلنية، وأن لا يمكن الرجوع عن هذا الأمر، وكان من الضرورة والأولويات أن يتم استحداث المحكمة الدستورية في ليبيا حتى يتم الفصل في العديد من القضايا المتعلقة بالقاعدة الدستورية، أو حتى بعد أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، وإن كان هناك أي طعون ستقدم في فور انطلاق العملية الانتخابية يجب أن يكون هناك محكمة دستورية. نحن ننتظر كيف سيكون الرد سواء كان من رئاسة مجلس النواب أو رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وهل من الممكن أن يعود مرة أخرى المجلس الأعلى للدولة لاستئناف من خلال اللجان التي علق العمل بها مع مجلس النواب، خاصة بأن هناك ضغوطات من الشارع في ليبيا، وكان الحال نتحدث على مستوى الأحزاب السياسية الذين طالبوا خلال الفترة الماضية رئيس المجلس الرئاسي باتخاذ موقف واضح إزاء هذا التعثر المستمر الذي يتم بين المجلسين. عبد العزيز الفاخري من بنغازي، شكرا جزيلا لك.